تلميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الطبيعة المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. العادات والتقاليد هي مجموع السلوكات الثقافية التي تخص مجتمعا. تعريف العادات والتقاليد، تعريفها هو مجموع السلوكات الثقافية التي تخص مجتمعنا. أحسنتم، صحيح. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى لبلد الجزائر. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى. أحسنتم، صحيح. يستوي الذكر والأنثى في كثير من مجالات الحياة. إذا يوجد مساواة بين الذكر والأنثى في كثير من مجالات الحياة. أحسنتم، صحيح. المألوف هو أكلة تقليدية. المألوف هو عبارة عن أكلة. جيد، خطأ. المألوف هو من الأغاني وليست أكلة. أتعايش مع الآخرين في سلام ومحبة وأخوة. جيد، صحيح. إذا نراجع، العادات والتقاليد هي مجموع السلوكات الثقافية التي تخص مجتمعنا. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى لبلد الجزائر. يستوي الذكر والأنثى في كثير من مجالات الحياة، كلها صحيحة. المألوف هو عبارة عن أغنية وليس أكلة. أتعايش مع الآخرين في سلام ومحبة وأخوة، عبارة صحيحة. ننتقل إلى التمرين الثاني. ضع علامة X أمام كل ما يدل على التمييز بين الذكور والإناث. إذا وجدنا التمييز، معناه وجدنا لا يوجد مساواة بين الذكر والأنثى، نعمل علامة X. فصل الذكور على الإناث في القسم. نفصل الذكور عن الإناث، هنا نميز بينهم، إذا يوجد تمييز. فصل الذكور، فصل معناه تمييز. للتلميذات والتلاميذ نفس الحقوق والواجبات في القسم. لديهم نفس الحقوق نفس الواجبات، يوجد مساواة، إذا لا يوجد تمييز. حصة التربية المدنية للذكور فقط، معنى الإناث لا يمارسون التربية المدنية، إذا هناك تمييز. أمت إكس. أعطت الأم لابنتها 100 دينار وأعطت لولدها 50 دينار، ليس نفس المبلغ. أعطت لابنتها أكثر مما أعطت لابنها، إذا هناك تمييز. إذا وجدنا لما نفصل الذكور عن الإناث هناك تمييز. التربية المدنية فقط للذكور، تمييز. ولما تعطي الأم لابنتها 100 دينار ولوالدها أقل أو يختلف المبلغ عن 100 دينار، يوجد تمييز. بينما للتلميذات والتلاميذ نفس الحقوق والواجبات، لا يوجد تمييز. ننتقل إلى التمرين الثالث. اربط بسهم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الزواج بالطريقة الغربية، الاحتفال بعيد الخوف هالوين، التويزة. إذن العادات والتقاليد الأصيلة، العادات والتقاليد المحرفة، العادات والتقاليد الأصيلة التي تخص بلدنا أو تخص مجتمعنا، العادات والتقاليد المحرفة لا تخص مجتمعنا. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هي من العادات التي تخص مجتمعنا، إذن عادات وتقاليد أصيلة. الزواج بالطريقة الغربية ليست من العادات والتقاليد الأصيلة، إذن عادات وتقاليد محرفة. الاحتفال بعيد الخوف هالوين، هل هو من عاداتنا والتقاليد؟ ليس من عاداتنا وتقاليدنا، إذن عادات وتقاليد محرفة. التويزة أحسنتم تخص مجتمعنا، إذن عادات وتقاليد أصيلة. إذا من بين العادات والتقاليد الأصيلة لمجتمعنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتويزة. بينما الزواج بالطريقة الغربية والاحتفال بعيد الخوف ليست من العادات والتقاليد الأصيلة، تسمى عادات والتقاليد المحرفة. ننتقل إلى التمرين الرابع. صنف المظاهر الثقافية في الجدول التالي. لدينا مظاهر ثقافية، البغنوس، الحناء، الكسكس، خيط الروح، المحاجية، تيمكات، المألوف،
قلعة بني حماد، ولدينا قصص، لباس، معلم أثري، غناء، مدينة، أكلة، حلي، تقاليد. إذا نبدأ. البغنوس، أحسنتم، هو عبارة عن لباس. إذا نكتب البغنوس في خانة اللباس. الحناء تعتبر ماذا؟ أحسنتم، من التقاليد. الكسكس، جيد، عبارة عن أكلة. الكسكس أكلة. نواصل. خيط الروح، جيد، من الحلي. نواصل. المحاجية، عبارة عن، جيد، عبارة عن قصص. تيمكات، مدينة تيمكات، عبارة عن مدينة. المالوف، جيد، عبارة عن غناء، من أغاني المالوف، نكتب في غناء. قلعة بني حماد، أحسنتم، عبارة عن معلم أثري. نراجع. المحاجية قصص، بغنوس البيسة، قلعة بني حماد معلم أثري، المالوف من الأغاني، مدينة تيمكار، الكسكس عبارة عن أكلة، خيط الروح من الحلي، والحناء من تقاليد. وهكذا انتهينا من هذا الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.